صدقوني بقات القضيه ديال السي العثماني سولتيه عليها. القضيه ديال السي العثماني يعني هي واحد الحاجه بطبيعه الحال كانت مؤلمه بالنسبه للعداله والتنميه. السي العثماني هو رئيس المجلس الوطني ديالنا، الامين العام السابق، واحد من الرموز ديالنا، انسان يحظى بالاحترام والتقدير من قبل الجميع. هذا السيد هذا ما كانش مطروح كاع، ما كانش مطروح، ويدي جات ظروف. شكون اللي طرحها السي عبد المكرم؟ بلاتي هذا ماشي، هذا ماشي، هذا ماشي، ماشي سؤال، هذا ماشي سؤال. واش انتم مولى الطرف الاخر؟ واش انتم مولى الطرف الاخر؟ خليني نتكلم، خليني نتكلم، ما كاينش طرف اخر، كلنا طرف واحد. كنقصد كلنا التجمع الوطني للاحرار، واش انتم كرئيس الحكومه ولا حزب التجمع الوطني للاحرار؟ شكون اللي طرح هذا الخيار هذا؟ السي يونس، راه حنا كنتكلموا في السياسه ديال البلاد. نعم. وراه السياسه ديال البلاد فيها مصالح كبرى واستراتيجيه، ما اختلفناش. اسمح لي، اسمح لي، وفيها صلاحيات محدده في الدستور، وفيها احترام ومنطق. ولهذا لما تطرح سي سعد الدين العثماني، توقفت المشاورات مده، توقفت مده، ثم رجعت انا وعيطت عليه وشرحت له كل شيء من الف الى ياء، لم يتردد. ما كرهوش تشرح لنا لحظه واحده. نعم، الله يهديك. لم يتردد لحظه واحده في اعتبار الوقت يدايم ونسير الحكومه الذي قيل، وقبول ان يغادر الحكومه تقديرا منه لمصلحه البلد. والحمد لله، كنعتقد ان هذا درس للجميع، انه بالنسبه للسياسيين المغاربه منهم رجال تيقدروا المصلحه ديال البلاد فوق المصلحه الشخصيه، اذا كانت هنالك مصلحه شخصيه. والمهم هو التقدير. وكتعتقد دابا السي سعد الدين العثماني انتهى؟ سعد الدين العثماني نقول لك بالحمد لله بالاستقامه ديالو والاداء ديالو، لانه إلنا با دي ميريتي، وكره العالم كيتبدل وكيتغير، وزارة الخارجية هي واحد الوزارة مرتبطة بالعالم، فخص الإنسان يكون ماشي ضروري حتى نبدا نقول لكم التفاصيل ديال التفاصيل، الإنسان يكون تيفهم وتيستوعب الإشكاليات، واللبيب بالإشارة يفهم. والمهم عندنا هو ما ديروا لياش بحال اللي قالت العرب، أهل الميت صبروا العزاين كفروا. هو قبل، هو قبل، وكان ممكن يجي في الحكومة في منصب اخر، ولكن احنا جميع قلنا الكرامه ديال السي، هادشي اللي قلت في ان تحفظ له كرامته، الكرامه ديال السي سعد الدين العثماني. كان وزير الخارجيه كتعرفوا في الترتيب ان وزاره الخارجيه كتجي في المرتبه الثالثه ولا الرابعه، ليس من الطبيعي ان يرجع الى مرتبه اخرى.